هاي العرات أو تيكس هي حركات لا إرادية ولا وظيفية تظهر عند الأطفال والمراهقين بنسبة 1-20%، ممكن تستمر بمرحلة البلوغ. هالحركات قصيرة سريعة وبتظهر بدون إنذار مسبق. السبب الأكثر انتشاراً لحدوثها هو اضطراب اجتماعي نفسي ومش مشكلة عصبية أو عضوية. بتشارك بهالحركات عادة مجموعة وحدة بس من العضلات، وممكن الحركة تكون انقباض بعضلات الجفون أو عضلات زاوية التم أو عضلات الكتف أو الإيد. عند 10% من المرضى تشمل هالحركات مجموعتين من العضلات وبتستمر لعدة سنوات. أوقات بتكون العرات الحركية مصحوبة بعرات صوتية وتعرف بمتلازمة توريت، وعلى الأرجح تستمر مدى الحياة. مين قال إنه العلاج النفسي هو أكثر الوسائل الفعالة بعلاج هالحالات؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.